الخط العريض. مساء الخير، مساء الأمل والعمل والإصرار والتحدي. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم بالخط العريض. ضيفنا اليوم صاحب تركيبة فنية مختلفة وخاصة جدا، نجم من نجوم خشبة المسرح، ويعتبر أحد الوجوه المرتبطة في أذهان الجمهور بجودة الأدوار والأعمال اللي بيقدمها رغم قلتها. شاهدناه متألقا في ذات وواحة الغروب، حكاياته بنعيشها، وفرح ليلى، وتراب الماس، وغيرها من الأعمال المتميزة. ضيفنا أيضا حلق في سماء التدريب كما كان في التمثيل، واكتسب خبراته من دراساته في الخارج، وتدرب على يديه عدد كبير من نجوم الصف الأول، أبرزهم منة شلبي ونيلي كريم وأحمد الفيشاوي وباسم سمرة وغيرهم. بالخط العريض ضيفنا اليوم هو الفنان المتميز أحمد كمال. الفنان المتميز أحمد كمال منورنا ومشرفنا بالخط العريض. أهلا بحضرتك، زي صح. أولا إحنا ما قلنا أحمد كمال، أول حاجة قلنا إيه؟ شخصية عميقة جدا ومرتبة جدا، وممثل مختلف ليه طابع خاص لوحده، وكأنك تعيش في عالم يعني خاص بيك. فحتى نوعية الأسئلة أتمنى أنها تكون مختلفة باختلافك أنت كممثل موهوب جدا. الله يخليك. أنا طبعا واضح أن الأسئلة تبقى مختلفة، لأن يعني ده طبعا ده موضوع مهم، يعني فكره الواحد بيقرا ايه، يعني قول لي بتقرا ايه هقول لك انت مين يعني. ايوه طبعا، يعني فانا يعني اهتماماتي في القرايه طبعا غير يعني الواحد بيقرا مثلا في مجاله شغل، يعني بيقرا مسرحيات كتيره، احنا اتربينا، انا اصلا بتاع مسرح يعني. ايوه، فقراءه المسرح والمسرحيات العالميه والعربيه والمصريه وكل ما يخص المسرح، كتب تدريب الممثل، كتب الاخراج، نظريات المسرح، كل الحاجات دي كلها الواحد يعني بذل مجهود فيها يعني. طب انا عايز ارجع بقى لاحمد كمال الانسان، البدايات، لاني انا ما سمعتكش قبل كده بتتكلم عن بيتك، بيت العيله، بيت الاسره، كيف تربى احمد كمال؟ عايز اتخيل بيتكم كان عامل ازاي، الاسره عندك عدد قد ايه من الاخوات، والدك ووالدتك؟ كل بيت بسيط يعني، زي ما فيهوش، اسره متوسطه الحال، ثلاث بنات وولدين، انا اخر واحد فيهم يعني، انا اخر العنقود يعني. ايوه. وكان الام ست البيت، سيده منزل يعني، ما يعني التعليم لغايه ابتدائي يعني او اقل من ابتدائي، الاب نفس الحكايه. فالبيت كان بسيط جدا، بس في نفس الوقت الاب والام عندهم وعي. وعي يعني باهتمامات الاولاد يعني. يعني كان مهتمين جدا ان انا امارس انشطه في المدرسه الابتدائي، يعني الكشافه والحاجات دي وتدريب، انا بدات تدريب ممثل وبتدرب تمثيل وانا في ابتدائي يعني. ده فعلا. يعني انت اكتشفت في نفسك فكره او ملكه انك تقدر تدرب ممثلين بدري كده؟ يعني انا بدات اتدرب وانا في ابتدائي، لان كان صدفه مدرس او مدرب الكشافه اللي معانا كان غاوي تمثيل. ويعني قاري في التمثيل واضح، ده طبعا فهمته بعدين لما كبرت يعني. وكان بيعمل معانا تدريبات ارتجال، وده حاجه يعني بنرتجل اطفال في ابتدائي، وبعد ما نرتجل نبتدي نناقش الارتجال اللي تم. فاتعلمنا، كان ليه فايده، كان كان في مكانه في السياق الخاص بيه، بنتفق على فكره وفي نفس الوقت بنبتدي ننفذها وبعدين نناقش تنفيذها. فيعني دي حاجة مهمة جدا، ان طفل بيرتجل فكرة على فكرة من خلال الشخصية طبعا، وبعدين بيناقش تنفيذها او زملائه بيناقشوه في التنفيذ ده. فعشنا في ده كتير قوي، وتدريبات الحركة في التمثيل والالقاء والحاجات دي كلها على بسيط كده اتعرفنا عليها في ابتدائي. طبعا ابتدائي يعني كان ساعتها 7 سنين ابتدائي على ايامنا احنا يعني. فاحنا قعدنا مع بعض مع الراجل ده حوالي 5 سنين يعني، من 7 سنين دول. ليه مشاعرك راحت اكتر كممثل تجاه المسرح؟ المسرح ما هو اصل المسرح انك تعمليه بسيط، سهل انك تعملي مسرح. ايوه، بمعنى تعملي مسرح قدام باب العماره زي ما قلت، قدام باب الشقه، مسرح الرصيف، مسرح يعني تعملي اي حته يعني، في اي حته هنتجمع ونمثل والناس هتتفرج يعني، وده احنا عملناه يعني. مثلنا في الشارع ومثلنا في الحدائق ومثلنا كنا عاملين فرقه اسمها فرقه مسرح الشارع، فكنا بنمثل في الشوارع
والفوق الاسطح والمصاطب يعني عملنا ده يعني مع وكان ابرزهم طبعا وجود المخرج نصر عبد المنعم وياسر علي ماهر وعبد كامل. تنوع الثقافات بشكل عام طبعا بيأثر بشكل او باخر على الممثل وادائه ورؤيته حتى لاي شخصيه. اكيد يعني اي خبره الممثل بيكتسبها بتبان في ادائه. انا مش بس كده، الاكل اللي انا باكله بيبان في ادائي، الكتب اللي بقراها، الحياه اللي انا عايشها، الحاجات اللي بتفرج عليها، اهتماماتي، ارائي الشخصيه، لو انا كذاب، لو انا بدعي ان انا مثلا في طبقه اجتماعيه مش بتاعتي. ففي ممثلين كده وممثلات كده يدعوا ان هم من طبقه اجتماعيه، يعني هم اصلا من طبقات مثلا بسيطه يعني. فادعائهم ان هم من طبقات تانية فده بيبان في تمثيلهم، فالممثل مفضوح يعني مكشوف. يعني هل الممثل المفروض عليه انه يجذب شويه من باب انه يعمل نوع من التجميل لنفسه؟ هل مطلوب ده؟ لا مش مطلوب اي تجميل، لان لو انا مثلت في الحياه مش هعرف امثل قدام الكاميرا. يعني الممثلين اصدقائنا وزمايلنا اللي بيمثلوا في الحياه انا اعتقد انهم فشله قدام الكاميرا. يعني بتشوفهم وبتعرفهم طبعا كذابين. يعني انا بكذب في الحياه او بمثل في الحياه، فعشان كده انت هتلاقي ممثلين كبار الممثلين في العالم وفي مصر بس في الاجيال القديمه اكتر كانوا صادقين قوي في حواراتهم وفي كلامهم وعلى طبيعتهم، ومش عايزين يشوهوا طبيعتهم البسيطة أو تلقائيتهم في الحياة، مش عايزين يبوظوها حتى وإن كانت أخطائهم. يعني الحقيقة أنا تابعت يعني برامج قديمة جدا، وكان أكتر حاجة بتلفت نظري في النجوم إنه ما كانش بيخاف ولا بيقلق إنه يوضح حتى العيوب اللي عنده. بالظبط، ما عندوش أزمة في ده، لأن هو لو كذب هيبوظ المادة الخام اللي جواه. أيوه، زي كده لو فنان تشكيلي وألوانه باظت خلاص يبقى اللوحه هتطلع بايظه. ايوه، فهو نفسيه الممثل او ما بداخله لو باظ مش هيعرف يمثل. رجعت قررت تقدم ايه من اللي انت شفته بره؟ لا هو انا طبعا انا سافرت وانا عندي اوريدي عندي معتقداتي الخاصه وافكاري الخاصه، لان انت لما بتروحي بره بتفهمي ايه اللي مناسب لمصر. يعني مثلا فبره مصر عملت ورش ما ينفعش انها تتعمل في مصر، او نوعيه تدريبات ما ينفعش انها تتعمل في مصر او في المجتمعات الشرقيه يعني مثلا. يعني فانت بتاخدي المناسب منه وبتبتدي تنفذيه او بتبتدي تطبقيه على نفسك. وعموما الممثل بيتدرب مع ده ويتدرب مع ده ويتدرب مع ده ويتدرب مع والاخر يكون الطريقه اللي هيمشي عليها. ده اللي بيحصل مع كل الممثلين. يعني ما فيش حاجه اسمها ان انا همشي على طريقه المدرب الفلاني. حتى الناس اللي اتدربت معايا كنت بقول لهم الكلام ده وهم شاطرين وفاهمين ان هم هيتدربوا مع احمد كمال ويتدربوا مع ناس تانية كتير، لكن بعد كده هم هيلاقوا طريقتهم الخاصه في الاداء لاخراج موهبتهم بشكل او باخر. بالظبط بالظبط. قررت تمثل قبل ما تبدا تدريب حقيقي في مصر ولا الاثنين جم مع بعض ولا ده جاب ده؟ لا الاثنين مع بعض. يعني كنت بتدرب وامثل، اتدرب كتير، انا اتدربت كتير قوي في مصر، في مصر حوالي مثلا 26 مدرب مصري او غير مصري يعني. وفي نفس الوقت بمثل مسرح سواء في الجامعه او الثقافه الجماهيريه او البيت الفني للمسرح او 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 او, أو الفرقه الخاصه زي فرقه الورشه مؤسسه حسن جريتلي. ودي فرقه كان فيها سيد رجب وكان فيها عبله كامل وكان فيها محمد عبد العظيم ومحمد رمضان، اسماء كتيره قوي يعني. كانوا في فرقه الورشه يعني كلنا دي خارجين. كانت فرقه انتوا عاملينها. فرقه اسمها فرقه الورشه. بالظبط دي اللي اسسها حسن الجريتلي بشكل اساسي، وبدانا بمونودراما لعبله كامل. وبعد كده عملنا مسرحيات انا وهي اخراج برضه حسن الجريتلي، وبعد كده انضم لنا سيد رجب والاسماء وفي اسماء كتيره بقى يعني انضموا لفرقه الورشه. وكانت رحله طويله يعني مع بيسو بطرس غالي، مجموعه كبيره جدا من الممثلين والممثلات اشتغلوا في الورشه، وعمرو عبد الجليل
كل ده كنتوا لسه ما اشتغلتوش في الدراما او السينما، كل ده انتوا مسرح بس؟ مسرح فقط، مسرح فقط لا غير. بس اول مره جالك دراما او حاجه خاصه بيك كممثل كان ايه، فاكرها؟ طبعا، يعني انا بدات بدايتي الاساسيه مع الاستاذ العظيم داود عبد السيد. وبدات بفيلم البحث عن سيد مرزوق. استاذ نور الشريف. بس كان حظك حلو قوي. طبعا حظك حلو، لان داود شافني في المسرح. ما احنا بقى كنا بنعزم المخرجين، داود عبد السيد، صلاح ابو سيف، يوسف شاهين، محفوظ عبد الرحمن الكاتب العظيم، اسماء كتيره جدا، خيري بشاره، محمد خان، يعني كل عاطف الطيب، كل دول بنعزمهم يشوفوا العروض المسرحيه، وكانوا بيجوا جدا يعني. وبالتليفون المنزلي يرد يوسف شاهين، ايوه طب هاجي لكم، ويجي فعلا. ففي الفترة دي كانت الحياة بسيطة يعني، ما فيش أي مشكلة. وكان المخرجين دول بيحبوا يشوفوا مسرح. هم نفسهم عايزين يتفرجوا على مسرح، وفي نفس الوقت فرصة يكتشفوا ممثلين ومواهب حقيقية. بالظبط. هروح لفاصل، ومن بعد الفاصل مستمرين في حوارنا مع الفنان المتميز جدا أستاذ أحمد كمال، وبعد الفاصل هيكون كلامنا معاه عن التدريب وأهم النجوم اللي دربهم بالفعل، والنهاردة في منهم أصبحوا نجوم ونجمات من الصف الأول، ومستمرين بالخط العريض. استاذ احمد منورنا بالخط العريض. الحقيقه يعني انا وانا بقرا كده السي في الخاص بالتدريب بحضرتك، وانا اعلم جيدا من انت كمدرب تمثيل مهم جدا، لكن اكتشفت ان معظمهم بقوا نجوم صف اول دلوقتي. السر في ده ايه الاول؟ لا يعني هي الفكره في ايه، في ان في الفتره دي خلينا نقول ايه، بدايه يعني بدا من سنه 2000 وكده، محمود حميدة أنشأ استوديو الممثل. وأنا كنت يعني بتدرب، أدرته في بدرب وأديره في نفس الوقت فترة يعني، بعد محمد عبد الهادي. أنا بقى اشتغلت مع محمد عبد الهادي. والله شفت بقى، كنت كل يوم أقول له إيه، إمتى هشوف أحمد كمال؟ إمتى هشوف أحمد كمال؟ فده بالظبط. فكانت فترة حلوة جدا، وجي ناس كتيرة قوي، نيلي كريم وحنان مطاوع وبسمة وباسم سمرة، باسم سمرة، مراد مكرم، مراد مكرم صحيح. أسماء كتيرة قوي يعني. مش عايزين ننسى حد، عشان ما يزعلوش، بيزعلوا قوي. بس أيوه، في مجموعة كبيرة جدا جدا يعني. وعمرو عابد بعد كده، وشباب بقى جداد ظهروا بعد كده. فكانت فترة جميلة، ان في اقبال على التدريب، واحنا مخلصين قوي في الموضوع، وكل المدربين اللي بيدربوا مخلصين قوي وبيشتغلوا كويس قوي، وبنبتكر تدريباتنا وبنبتكر اسلوبنا وبندور وبنبحث، لان انا وانا يعني انا عشتها تساؤلات، عندي اسئلة عايز اجاوب عليها، وانا ما بعتبرش نفسي يعني مدرب، بعتبر نفسي باحث يعني. ببحث كده على شوية اسئلة احاول اجاوب عليها في التمثيل يعني. فكانت فتره سريه قوي في وجود الناس دي كلها، واحمد الفيشاوي كمان افتكر. طب مين من الممثلين او المتدربين اللي كانوا جايين توقعت ليهم انه يكونوا في منطقه تانية؟ والله في ناس كتيره توقعت لهم ده يعني، وفي ناس بدأت بدايات كويسة وبعدين اختفت أو ما كملتش. بس عمرك ما هتعرفي تقولي مثلا إن ده هيبقى ممثل كبير أو لأ، إلا لما يتم اختباره. لأن التدريب موضوع، والواقع العملي زي ما أنت عارفة حاجة تانية خالص يعني. والممثل ما بيبانش من دور واحد، على الأقل 5 6 7 أدوار. عشان تقدري تختبريه صح، ويبان إذا كان ده ممثل ولا لأ، لأن في ممثلين بيعملوا حاجة وبعدين تعمل البوم الجامد. ده في صالح الممثل ولا لا؟ يعني حاجة حلوة انه اول دور تعمله يكسر الدنيا، فما يبقاش عندك الفكرة انه وبعدين. لا ده مش في صالحه طبعا اكيد يعني، مش تدرج طبيعي يعني. ما ينفعش ان انا اعمل شخصية فافرقع وبعدين
ابتدي ابحث على الفرقعه دي على طول او ادور عليها دايما وعايز افرقع على طول. ايوه عشان افرقع في وش الناس على طول يعني. صعبه دي. طب اتكلمني عن باسم سمره لانه هو تركيبه برضه مختلفه. كيف كان في التدريب كممثل في البدايه وكنت متوقع له نجاحه ولا لا؟ باسم كان بيتدرب معايا فرقه الورشه يعني مع حسن الجريتلي. باسم عنده خبرات حياتيه كويسه جدا جدا في الحياه يعني، وبيقدر يستفيد منها كويس. وده يعني باسم مختلط بالطبقات الشعبيه ومختلط بالحواري وبالشوارع والدعك في المنطقه دي كويس، فالخبره دي يعني كانت مهمه جدا بالنسبه لك كممثل. جدا يعني. طب هل هذه الخبره تؤهله لمزيد من النجوميه؟ ما هو نجم كبير. انا مش بحسبها كده، انا بحسبها لمزيد من التقدم يعني. ازاي الممثل يتقدم، ازاي الممثل يتطور، يبقى الان انه يطور نفسه، انه يطور ادواته، انه يطور ثقافته، يطور يعني. ده الاهم، مش موضوع النجوميه. ايوه. نيلي كريم شفتها ازاي كوقت التدريب؟ لا طبعا كانوا وهي تركيبه مختلفه يعني. نيلي كريم ساعتها كانت راقصه، راقصه بالظبط. فكانت بتمثل كراقصه يعني عندها ال وزي كده برضو كان عندنا مذيعات زي مين؟ نجلاء بدر وقتها. نجلاء بدر كانت وقتها أيوة. كانت بتمثل كمذيعه. ايوه. فتمثل انها انا هقدم هقدم الشخصيه. ايوه. مش همثلها. ايوه. فنيلي بدات بتمثل وهي ترقص يعني. كانت لسه مش عارفه تتخلص من الحركات الراقصه اللي متعوده عليها طول الوقت. بالظبط. اللي هو الجسم ما ينفعش، ما ينفع في دور ماشي. أيوة. لو الدور هي راقصه اوكي يعني. ايوه. وكذلك المذيع او المذيعه، وجالنا مذيعات كتير ومذيعين كتير اتدربوا معانا، فكان تأثير المهنة عليهم كان طبعا لازم نتخلص من النشا الموجود. بالظبط. الحقيقة لازم نقول الحقيقة، في شوية نشا لازم لازم نتفق عليه. لا يعني تأثير المهنة طبعا الأخرى عليهم طبعا يعني. صحيح. طب مين اللي كان يعني شفته أنه مش موهوب قوي لكن التدريب فرق معاه؟ لأنه ده في كل المجالات يعني. ممكن أكون الأكثر موهبة ولكن ما تدربتش كفاية فلا أصبح الأنجم والأفضل. حنان بطوع بتديك مثلا في بدايتها تدي انطباع انها يعني ضعيفه. بس هي كانت عندها اصرار قوي جدا ومركزه قوي وعايزه تتطور، وكانت بتتطور ببطء. وانا بحب الطريقه دي يعني، التطور البطيء اللي شويه حاجه بتتبني كده طوبه فوق طوبه، بحب الطريقه دي. فحنان كانت كده يعني. حنان كانت مختلفه. طب انا عايزه بقى يعني عايز اسال عن صاحب الموهبه الاكثر طغيانا اللي كانت باينه قوي، كان مين؟ لا مفيش حاجه، مفيش حاجه واضحه قوي يعني. كانت كلهم كانوا في مستويات مختلفه وكلهم مجتهدين، وفي برضه شباب جديد، عمرو عابد، كريم قاسم، علي قاسم برضه كان بيتدرب معايا، في اسماء كتيره يعني. كانوا كلهم بيتعلموا بيتطوروا واثبتوا نفسهم بعد كده يعني. ايوه. طب انا عايز اروح لمنطقه التمثيل، وحضرتك يعني ليك علامات مهمه جدا. الكتكات شفت نفسك فيه ازاي وانت بتتفرج بقى كمدرب وممثل وصاحب الدور؟ شفت نفسك فيه ازاي؟ انا ما بحبش اتفرج على نفسي يعني. شيء مزهق حقيقي. بس احنا ساعات بنضطر نتفرج عشان المخرج عايز يورينا اخطائنا يعني على المونيتور يعني. زمان ما كناش بنعرف، ما كانش في مونيتور زمان، بس بعد كده يعني لما المشهد بيتعاد مره واتنين، فساعات المخرج يقول لي تعالى بص شوف بص كذا كذا كذا، فبنضطر نبص. بس انا ما بحبش اتفرج على نفسي عموما يعني. بتشوف ايه يعني؟ ما بتحبش تشوف نفسك ليه؟ عشان دايما احنا كتربيه مسرح، احنا بالمسرح بنعيد ونزيد ونعيد ونزيد، فبعد شويه بنقول احنا بقينا ماسكين في ال بالظبط. وعندنا فرصه، لا عندنا فرصه نصلح. في السينما مفيش كلام ده، اللي صورناه خلاص. ايوه. لكن في المسرح النهارده انا قدام الجمهور ضعيف، ممكن بكره ابقى احسن، بعده ابقى احسن احسن، اطور نفسي مع كل ليله عرض. ايوه. لكن في السينما والدراما يعني التلفزيونيه
خلاص الحاجه اللي بتصورها ما لا يمكن تصليحها، في المسرح يمكن تصليحها. اول حاجه ليه بتختفي من وقت للتاني؟ يعني احمد كمال الناس تحبك جدا وعايزه تشوف اعمالك، لكن تختفي، هل انت بتقصد ده ولا انت بيكون عندك حاجات تانية؟ دي طبيعه يعني، طبيعتك كده براوي يعني. لا والله انا ما اقصدش كده. لا 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 انا براوي فعلا. ليه قلت على نفسك براوي؟ عشان بحب اختفي. تختفي، انا بحب خالص. بحب اختفي، بحب حتى في اللوكيشن التصوير انا بختفي يعني. ما تحبش تكون متواجد. بقعد اتكلم مع ناس كده ربع ساعه 10 دقايق وبعدين امشي. يعني هل طبيعتك مش شخصيه اجتماعيه؟ شويه، وفي نفس الوقت بالذات في موقع التصوير ما احبش ان طاقتي تروح في الكلام. يعني اعمل اشياء مفيده سواء ليا او للدور، حتى لو حنام ده شيء مفيد جدا يعني. للدور يعني. ايوه، لكن ان الطاقه تروح في رغي ورغي 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 ما انا ضد يعني. طب في الكيت كات الدور كان حلو قوي وكنت باين بشكل كبير واختفيت بعدها فتره طويله، اكيد المسرح اخذك مننا. لا انا بعد كيت كات سافرت، مشيت. سافرت؟ ليه؟ ده انت نجحت جدا. بالظبط. ما الناس طبعا استغربوا انك ازاي تعمل دور زي ده وتتعرف كشاب، يعني ساعتها كنت صغير يعني. تتعرف وتمشي، بس انا كنت محتاج امشي، كنت محتاج ان انا يعني امشي واشوف عالم تاني واشوف. وكان السفر ساعتها سهل. ايوه جدا يعني، والفيز سهله. النهارده عشان نروح مهرجان كان اللي انا ليا فيلم فيه مش عارفين نروح يعني. فبقول لك بقى موضوع ال احنا عندنا موضوع. فيلم في مهرجان كان يعني. ايوه يعني. اخراج علاء القصي. وده هيتعرض بعد اسبوعين، مش عارفين نروح لان مفيش فيز يعني. مشكله دي. بس ده الحكايه دي كانت بتبقى سهله قبل كده يعني، بتبعتوا للسفاره وبتقولوا ان احنا عندنا كذا سهل جدا. ومهرجان كذا. هل مش سهل لغايه دلوقتي؟ لا لا مش سهل خالص فعلا؟ خالص يعني. الفيز بقى فيها مشكله لاوروبا والامريكا خاصه اوروبا وامريكا يعني، الموضوع صعب قوي يعني. هو بس الفكره ان مهرجان كان اختار الفيلم بتاعنا. كلمني عن الفيلم ده. فيلم اسمه شرق 12. شرق 12 بالظبط. ايوه. اخراج وتاليف هلا قوسي. في منحة السيدة منحة البطراوي الجميلة، في فايزة شامية، عمر روزي، شباب جمال قوي جايين، باسم وديع، أسامة، في مجموعة كبيرة كويسين جدا في الفيلم يعني. وفيلم فيه خيال جميل قوي طبعا. إن إدارة مهرجان كان تختار هذا الفيلم من حوالي 1600 فيلم، ده حاجة يعني حلو جدا. حاجة. طب مين مؤكد انه هيروح لهذا الفيلم في مهرجان كان؟ اكيد طبعا المخرجة اكيد هتروح يعني. يعني سهل بالنسبة لها موضوع الفيز يعني، هي رايحة. بس انا حاولت والله ومش عارف اروح لان الفيزا فيها مشكلة. فيها مشكلة. صرحت قبل كده، كان ليك تصريح سابق انه انت ما بتحبش السينما. ليه؟ في الاول كنت بكرهها. اول ما بدات امثل في السينما عشان زي ما قلت لك فكره التقطيع الكتير والانتظار الممل يعني. ممكن استنى 12 ساعه عشان اصور نص دقيقه، وده يعني بس الدراما اصعب في النقطه دي يعني. الدراما اصعب بشكل كبير. هل حبيت الدراما اكتر من السينما لو عملنا ترتيب بعد المسرح؟ لا السينما طبعا يعني. احنا اللي حصل هاجرنا من المسرح الى السينما. وبعدين هاجرنا من السينما الى الدراما التلفزيونيه. نتيجه مشاكل في المسرح ودتنا السينما. السينما وقعت، رحنا الدراما التلفزيونيه. مخرجين وممثلين ومديرين تصوير و و و على كل المستويات. ما هو كاملة ابو ذكري دي مخرجه دي مخرجة سينما. جميلة مخرجة سينما صحيح. اساسا صحيح، وهي نفسها ترجع للسينما. بس اهو، فانا رحت مع كامل ابو ذكري الدراما التلفزيونية، رحت معها يعني. اشتغلت معاها كذا حاجة يعني. واحد الغروب ده كان حكاية. طبعا. احكي لي كده. حكاية مؤلمة. ليه شفتها مؤلمة؟ دي حكاية عظيمة بالنسبة لنا. لا كابوس بالنسبة لي. ليه بقى؟ طبعا العمل عظيم والشخصية اللي انا عملتها بحبها قوي، بس الاجهاد النفسي والعاطفي اللي كان في الشخصيه مزعج قوي.
متعب قوي يعني. اكتر شخصيه تعبت فيها عاطفيا ونفسيا و... غير طبعا التحضير للشخصيه كان صعب قوي، وكل يوم في ايام التصوير بقعد 3 ساعات عشان اركب الدقن و3 ساعات عشان اشيل الدقن، فكان شيء مجهد جدا حتى جسمانيا. وطبعا بنصور بظروف صعبه جدا جدا جدا، والصناعه بتاعتنا مش جاهزه. كان طبعا الكلام ده بيزعل ناس كتير يعني، بس الصناعه بتاعتنا مش جاهزه للاعمال التاريخيه. عشان تعملي عمل تاريخي في الصحراء وفي البر والبحر والجبال ده لازم معدات معينه، اقامات معينه، يعني انتقالات لوجستيه معينه. ما عندناش الكلام ده، احنا لسه بدري علينا في الحاجات دي. فالمنتج جمال العدل وكاملة ابو ذكري وكل الناس، مشروع طموح قوي بس الامكانيات صعبه على قدنا. ايوه طبعا تعبنا يعني، وناس عيت وناس اتكسرت وما يعني ما كانتش كل الوسائل اللي بتاهلك انك تشتغل في جو مريح ما كانتش موجوده. لا طبعا كان صعبه وظروف صعبه قوي في الشغل يعني، ومعاناه شديده. لكن في نفس الوقت احنا مؤمنين وعارفين ان احنا بنعمل عمل مهم قوي. ايوه طبعا كفايه يعني بهاء طاهر هو وبمناسبه يسر بهاء طاهر بنت بهاء طاهر واحد الغروب هي اللي مؤلفه مع رنا بوريش في كامل العدد. في كامل العدد يعني تعاونتم مره اخرى. بالظبط. انا فوجئت بقى ان يسر بنت بهاء طاهر هي اللي فدي كامل العدد. انتوا كسرتوا الدنيا والولاد الصغارين ارتبطوا جدا بالعمل، كل واحد بتخيل لقى نفسه في هذا العمل. لكن شخصيه الأب الرايق قوي ده يعني استحضرته ازاي؟ هي طبعا الكتابة الكويسة يعني، الممثل ما لازم يبدأ من حاجة، فالممثل بيجيله حاجة اللي هو الورق اللي مكتوب، الشخصية مكتوبة على الورق، فده البداية. وبعد كده البداية نمرة 2 شغل الممثل مع المخرج. أيوة. من خلال البروفات أو الاتفاق على حاجات المناقشات يعني النظرية اللي بتحصل. وبعد كده التصوير احنا بنيجي نعمل بروفا وبعدين بروفا تانية وبعدين نصور. فدي المراحل كلها، المراحل دي كلها وطبعا غير مذاكرتي في البيت وان انا بقعد اذاكر في البيت واشتغل كتير على الشخصية واتأملها واشوفها واتخيلها في مواقف مش موجودة في السيناريو. ده بيخلق للدور روح مختلفة. بالظبط يعني معايشة بالوقت. لكن الجمهور حب قوي التعاون بينك وبين ليلى علوي. فرح ليلى انتوا كسرتوا الدنيا. عملتوا شغل حلو قوي مع بعض. العمل مع ليلى علوي في فرح ليلى. لا كانت الكلام ده سنة 2013. ايوه. سر النجاح اللي حصل بينكم والجمهور حب قوي دورك فيه. طبعا ليلى علوي استاذة كبيرة وعندها قدرة على استيعاب أي حد قدامها والتعامل معاه، عندها مرونة شديدة، خبرة كبيرة جدا، فهي بتستوعب الممثل ده بيشتغل ازاي، هبتدي اشتغل معاه وهي عشان يبقى فيه انسجام أو هارموني في الأداء يعني. فهي ذكية جدا في الجزئية دي طبعا، بقيادة المخرج خالد الحجر. ففهمنا ان في شخص مضطرب شوية أو يعني عايش في عالم خيالي اللي هو فتحي ده. وبيحب ليلى حب جنوني جدا، وهي مش هنا خالص. مش شايفاه أساسا يعني، لكن هو جارها اللي بيحبها هذا الحب الطفولي يعني زي ما بنقول يعني. فالفكرة نفسها عجبتنا كلنا يعني، بدأنا نشتغل عليها في البروفات وفي التصوير واقتراحات يعني، وهي طبعا كانت جميلة حقيقة. وانت في الكواليس بقى اشتغلت ودون قصد مدرب تمثيل وممثلين دون ان تقصد ولا ما حصلش؟ لا خالص، انا في اثناء التصوير ولا اكني لا يمكن لا ولا اكني اعرف حاجة. يعني لو شايف الا لو مدرب المخرج قال لي ممكن تشتغل مع فلان او فلانة. ده حصل معاك قبل كده؟ حصل انه المخرج يقول لي ممكن بس تقعدوا مع بعض تشتغلوا مع بعض. كان مين الممثل؟ لا بدون ذكر اسماء مش عايز تقول. فما حبيتش ده. اشتغلت بقى في كيرة والجن، وده فيلم مهم جدا مع كريم عبد العزيز واحمد عز. كلمني عن كواليس هذا العمل. كيرة والجن طبعا جه بالنسبه لي ده بعد تراب الماس مع مروان حامد.
ده التعاون التاني مع مروان حامد يعني، وانا بحب اشتغل قوي مع مروان يعني، هي بستمتع جدا بالشغل معاه يعني. ايوه صحيح، هو مخرج مهم جدا، مميز جدا وذكي جدا وشاطر جدا، وادارته للممثل في منتهى الذكاء. أيوة. منتهى الذكاء. فكيره والجن كان بيصوروا في فتره الكورونا، وانا فترة صعبة جدا. اخدت قرار في الفتره دي وفي السنتين دول ان ما اشتغلش خالص. وكنت بكتب كده على الفيسبوك، يا جماعه احنا البلد الوحيده اللي بتعمل مسلسلات وافلام في الكورونا في العالم كله. وفعلا مصر الوحيده اللي كانت بتصور اثناء الكورونا. صحيح، وحاجه غريبه جدا يعني. المهم فمروان عرض عليا الدور، قلت له مروان انا ما بشغلش في الكورونا خالص وانا اسف جدا. قال لي بصت على اللوكيشن موقع التصوير، لو لقيت في يعني قلق في ناس كتير او ما فيش اللي اسمه بيسموه الاجراءات الاحترازيه، اجراءات اتعلمنا مصطلحات وقتها بالظبط، يعني اضاف لنا مصطلحات جديده. فروحت شفت تعقيم ودكاتره ونظافه فاطمنت يعني. فاشتغلت كيرة وجن. اشتغلت بالظبط. لفت نظرك الدور؟ حبيته يعني لما اتعرض عليك كنت حابب الدور؟ طبعا جدا جدا جدا. دور صغير بس مؤثر جدا، ضابط من جيش عرابي، ومعروف طبعا ضباط جيش عرابي بعد كده اتهموهم بالخيانه. ايوه، واتسجنوا وتعذبوا واتبهدلوا يعني، وجت ثوره 19 لبس البدله القديمه بتاعت فتره عرابي، البدله والسيف، ونزل في ثوره 19 وهو يعلم ان ممنوع ارتداء هذه البدله في الزمن ده، كان ممنوع ان ضباط عرابي يلبسوا البدله دي، حرم لبسها خالص تماما. والضابط الانجليزي حتى قال له انت تعرف انك ممنوع تلبس البدله دي. هو نازل وعارف انه هيموت، فعجبني فكره انه نازل وعارف انه هيموت يعني. ومات. ايوه. طب عايز اروح سريعا لعمل اخر اشتغلته وحقق نجاح كبير وقدمت فيه برضو، العاشق الولهان اللي بتحب حنان ترك من بعيد. وكان مجموعة البنات الرائعات، وكانت المخرجة الكبيرة هالة خليل. هالة خليل. كلمني عن هذا الفيلم. طبعا يعني انا رحت البروفا وشفت هند صبري وحنان ترك ومنى شلبي وخالد صالح. فطبعا اربع ممثلين كبار، ممثلين مهمين قوي يعني. ساعتها كنا صغيرين كلنا طبعا يعني، وهم اصغر كمان يعني. بس مع وهالة خليل في تقريبا كان اول فيلم ليها، مظبوط. ايوه. فالحقيقه يعني الاجواء الفيلم والسيناريو اللي مكتوب كل ده طبعا كان بالنسبه لي حاجه، على طول وافقت يعني، ما ترددتش يعني، برضه دور صغير وكل حاجه، بس عجبني فكره المدرس اللي بيحب تلمسته الصغيره جدا، ولما شافها كبرت انزعج جدا وقال لها خلاص ما ينفعش، او هو عايش في وهم كده كبير. وهي مندهشه جدا يعني، وفكره انها بتبحث عن مين اللي الأب. بعت مين اللي بعت طبعا هي بتبحث عن الاب. ايوه، هو هي في حاله بحث طول بالظبط الوقت عن الاب وعن نفسها وجذورها فين يعني كان فيلم مهم جدا. المدرس عبد السلام. عبد السلام مظبوط. بعد عبد السلام هروح لفاصل، ومن بعد الفاصل مستمرين في حوارنا مع الفنان الكبير احمد كمال، والحقيقه مش هفوت الفرصه ولازم اساله بعد الفاصل مين اكتر موهبه من اولاد النجوم الكبار اللي بيمثلوا حاليا. انتظرونا بعد فاصل قصير. اهلا بحضراتكم مره تانية، واهلا بيك النجم الكبير احمد كمال، منورنا. الله يخليك. انا مش هقدر افوت الفرصه، نجوم كتير احنا بنحبهم وبنعشقهم عشق غير عادي، ومش عايزه اعد لانهم الحقيقه يعني معروفين، زي عادل امام، محمود عبد العزيز، وغيرهم من الاساتذه الكبار. بعض من اولادهم طبعا مثلوا وحققوا نجوميه كبيره.
دنيا سمير غانم واحدة من هؤلاء النجمات، عندنا أحمد فاروق الفيشاوي، عندنا محمد عادل إمام، عندنا حنان مطاوع، عندنا أحمد صلاح السعدني، وعندنا كريم محمود عبد العزيز. تقييمك ليهم كمدرب يعني دون أي خجل وأي تفاصيل حتى تفكير لأي شيء، يعني شايف كل واحد فيهم إزاي؟ نبدأ بمحمد عادل إمام. لا يعني خليني أقول إيه بشكل عام، أبناء المشاهير أو أبناء النجوم أو أبناء الممثلين وعموما هم كتير، مش غير الأسماء دي، في أسماء كتيرة جدا صحيح يعني. ولكن أنا أقصد أقول اللي حققوا نجومية كبيرة يعني بغض النظر، بس أبناء الممثلين اللي عائلتهم اللي جايين من عائلات فنية، العين عليهم طبعا والتركيز عليهم، حياتهم بتبقى سهلة، بداياتهم سهلة جدا، بيلاقوا فرص بسهولة وبطولات بسهولة وكل حاجة بسهولة، فإذا هم مميزين ومدلعين واخدين فرص ما صعب إن أي حد ياخدها، أسهل وبسهولة شديدة جدا، وكل شيء مجاب، واللي بيطلبوه لو طلبوا لبن العصفور بيجي لهم. طيب هي دي ميزة ولا عيب؟ ما عنديش مشاكل، دي ميزة ولا عيب؟ لا يعني ما على حسب بقى، ما أنا ما عنديش مشاكل إن كل ده يحصل، ولكن أنا مش هحكم على أي حد فيهم، أو مش هقول إن ده ممثل إلا لما يمر عليه مثلا 10 سنين ولا حاجة، ولا 10 سنين ده كتير قوي يا أستاذ، ده ممكن يكون أكتر كمان، لو أكتر كمان وأشوفه في أدوار بجد، وأشوفها في أدوار بجد، مش إن أنا طالع أقول حاجات تضحك أيا كان بقى مين هم يعني. الموضوع مش إن أنا طالع أقول حاجات تضحك يعني، مش ده. طب مين فيهم مؤهل يقعد 10 سنين؟ فلازم اختبره في ادوار، واختبرها في ادوار بجد، ادوار بجد يعني، اللي تم اختبارها في ادوار بجد حنان مطاوع. ايوه حنان تم اختبارها. دنيا سمير غانم شفتها ازاي؟ انا اقول لك بس، انا حنان مطاوع تم اختبارها بمعنى انها اتحطت بجد في ادوار بجد صعبه. ايوه ريهام عبد الغفور تم اختبارها وكانت جديره جدا يعني، منى شلبي، يعني دول اثبتوا بعد فتره طويله، بعد فتره طويله بالظبط. طيب فنفس الحكايه، كل الاسماء اللي قلتيها حضرتك لازم يمر عليهم فتره طويله واشوفهم في ادوار بجد. طب مين فيهم مؤهل؟ مين فيهم تستشرف مش هعرف يقعد 10 سنين؟ مش هعرف الا لما اشوفه بادوار او اشوفها في ادوار بجد. طب مين على الطريق؟ مين على التراك؟ مش عارف بصراحه، مش عارف. مش إجابة، اجابه هروب. لا مش هروب، انا يعني مش هقدر احكم مثلا على دينا سمير، دنيا سمير غانم، الا لما اشوفها في دور مش كوميدي، دور بجد جدا، جايز تكون عملت ده انا ما اعرفش. بما اني انا بحاول ادور في العمق قد ما اقدر في كل النواحي والزوايا، الحياه الخاصه لاحمد كمال، زواجك من النجمه الجميله عبله كامل اللي كلنا بنحبها وبنوجه لها مليون تحيه، كيف كانت هذه الزيجه؟ البدايات طبعا. لا يعني احنا مش هنتكلم كتير في ده غير طبعا يعني اكيد يعني اكيد غير ان يعني المسموح من حضرتك في هذه النقطه. هو البدايه كانت في الجامعه، وتعرفنا على بعض في الجامعه واستمرينا يعني، ولغايه دلوقتي احنا اصدقاء يعني. شخصية مختلفة، هي تركيبة مختلفة. هل عبلة كامل اللي شفناها في الفترات الأخيرة هي عبلة كامل اللي كانت في البدايات، ولا في اختلاف؟ لا هي مفيش جديد يعني، هي نفس الشخصية. نفس الشخصية. عايز أسأل سؤال، دايما عندي تخوف وأنا بتابع أحمد كمال، يمثل ينجح يختفي، في كورونا زي ما أنت قلت لي فتقول أنا مش همثل. معرفش ليه جالي كده تخوف ان مره واحده الاقي احمد كمال على السوشيال ميديا يا جماعه انا اعتزلت التمثيل، هل ده ممكن يحصل؟ طبعا. لان انا من النوع اللي يعني بمشي ورا دماغي يعني، اللي انا بحسه بمشي وراه. بحاول اكون متسق ما بين اللي في دماغي وبين افعالي على قد ما اقدر، والى حد كبير اعتقد ان انا ناجح في ده الى حد كبير. اللي في دماغي هو سلوكي، ده اللي بيسموه الاتساق، عدم الاتساق هو اللي في دماغي غير سلوكي. مش عارف اشوف امورك مش عارف ايه، اسمع كلامك اصدقك. اشوف امورك استعجب. ايوه ما هو ده المثل الشعبي العظيم يعني. أيوه. اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. يعني اللي انت بتقوله ما بتنفذش غيره. طب انا هسال حضرتك على حاجه تانية، انا بتخيل انها مهمه جدا في حياه ناس كتير، الترند. ماذا يعني الترند لاحمد كمال؟
يعني السوشيال ميديا بشكل عام انا دايما بتسائل فيها، انا مش هقول ان انا هرفضها وهرفض التعامل معها، ولكن انا هقول ان في سموم كتيره في السوشيال ميديا، وفي كذب كتير في السوشيال ميديا، وفي خداع كتير في السوشيال ميديا، وامراض وخطوره والحياه ماشيه في اتجاه ان احنا عايشين السوشيال ميديا مش عايشين الحياه. يعني الشاشه هي اللي ببص عليها، مش ببص على شجره، مش ببص على بحر، لا ببص على الشاشه، او اشوف الشاشه اللي فيها بحر. فبقت يعني عشان اشوف البحر ابص يعني. فالطريقه دي في التفكير او الطريقه في الحياه دي، لسه شايف فيديو قريب لممثله عظيمه مش فاكر اسمها ايه، قالت لهم ارموا الشاشات وروحوا واجهوا الحياه، يعني انزلوا شوفوا الحياه وارموا الشاشات. هل بتشعر وانت في كواليس التصوير في الفترات الاخيره، وهي بالتاكيد تختلف عن فتره التسعينات، اكيد مختلفه بشكل كبير حتى على مستوى الاداء والممثلين وما الى ذلك، بتشعر احيانا بغربه ولا لا؟ يعني احمد كمال شخصيه عميقه جدا. مش قوي يعني، مش عميق قوي. لا يعني حضرتك كده، وانا حتى متخيله فكره انه يظهر ويختفي، يظهر ويختفي. دايما بشعر وكانك بتدور على نفسك في اي مكان وفي اي حته تجد نفسك فيه. مظبوط. في كواليس التصوير هذه الايام بوجود بعض الممثلين اللي هم نقدر نسميهم ايه، ممكن تلاقي جنبك زميل ممثل بيقدم دور لمجرد ان هو عمل ترند الفتره اللي فاتت، بتعمل انت ايه؟ بتلاقي نفسك بقى في هذه الاجواء ولا لا؟ لا طبعا، انا يعني الترند ده برضه ما اتكلمناش فيه يعني بشكل عام، انا مش ضده، لكن في نفس الوقت اللي عايز يعني هو برضه ايه، فرص ظهور الناس بقت قليله. يعني الناس تروح فين عشان تمثل؟ فبيروحوا التيك توك، يروحوا بالظبط عشان وسائل التواصل. مش هقدر احرمهم من ده ولا امنعهم ده، لكن في نفس الوقت ما مش معنى ان حد عمل مشهد على التيك توك حلو انه ممثل. لا، لازم برضه يتم اختباره في كذا حاجه عشان يبان اذا كان ممثل ولا لا. وممكن يبقى موهوب او غير موهوب او موهوم زي ما يقولوا يعني. فما هو مش مقياس، يعني الترند مش مقياس. وطبعا احنا عارفين الترند ده بيتم شراؤه، ما انا ممكن اشتري مليون لايك. احيانا طبعا، احيانا بيتم شراؤه واحيانا بيكون طبيعي. بالظبط، يعني في كده وفي كده. مظبوط. فهي الكارثه في ايه؟ في ان في خدعه كتير، وفي كذب كتير، وفي يعني نفاق كتير على السوشيال ميديا، فبالتالي مش ده المقياس. يعني الفترة الأخيرة ظهر يعني ما يسمى بفكرة إنه دي فرقة مسرحية بتقدم تركيبة خاصة، عايز أسألك عن رأيك في مسرح مصر، شفته إزاي؟ مسرح مصر مع احترامي الشديد ده مش مسرح. أنا يعني المسرح كما نعلمه يعني وكما نعرفه وكما يعني زي ما تعلمناه وزي ما هو موجود في الكتب، ده مش مسرح، دي سكتشات، حاجة تسلية كده يعني، حاجات بسيطة كده تضحك الناس. زمان كان بيعملوها بين الفصول، بين الفصل والفصل يطلع حد كده يضحك زي المسرحيات اللي هم بيعملوها يعني. مفيش حاجة اسمها مسرحية بتتعمل في أسبوع أو 10 أيام وبيفتخروا إن المسرحية بتتعمل في 10، ده كلام فارغ يعني. أيوه. مش اسمها يعني، احنا كنا بنقعد في المسرحيه نعمل فيها سنتين. ايوه. وغيرنا مش بس، وفي وبره يعني في اوروبا وامريكا والدول وروسيا. ايوه، تروح بالسنين تلاقي هي نفس العرض شغال هو لانهم تعبوا جدا في البروفات كمان. البروفات وتحضير، ممكن يحضروا العرض سنتين وثلاث سنين تحضير يعني. فده مش مسرح، مسرح ده مش مسرح، دي حاجات كده سكتشات خفيفه دماغها ومطلوبه. ايوه، يعني مطلوب ان احنا يبقى عندنا ان يكون في حاجات نوعيه زي يعني زي كده في في السينما مثلا، افلام تاريخيه، افلام بوليسيه، افلام خفيفه. ماشي، ما فممكن يبقى في المسرح نوعيه، بس ما نسميهاش مسرح. ده مش اسمه مسرح، في مصر بس ما فيش مسرح. مش مسرح. طيب ورش الكتابه هل هي مفيده؟ شايفها، شايف نتائجها ايجابيه؟ ما هو اصل الفكره في ايه؟ في ان عشان مؤلف يكتب 30 حلقه ده لازم يبقى شديد قوي، ويخلص 30 حلقه ويخش في 30 حلقه تانيين ده لازم يبقى يعني جبار. ايوه. فالوقت السيستم العالمي اختلف وفرض نفسه، والمسلسل الواحد بنشوف الحاجات دي على يعني على المنصات
بيكتبوا اكتر مؤلف ويخرجوا اكتر من مخرج، وده طبيعي. مش بيتكسفوا هما يعني انه يتقال ان الحلقه دي تاليف فلان والحلقه دي تاليف فلان. فدلوقتي بنحمد ربنا ان ال 15 حلقه لو حد واحد كتبها ماشي كويس قوي. لان في كتير مسلسلات 30 حلقه تكرار وملل، وبنقعد نقول يا استاذ انا قلت الكلام ده قبل كده. ايوه. يا استاذ انا المشهد ده عملناه قبل كده نفس المعنى. فبنقعد نشتكي من التكرار ونشتكي من ان احنا بنقول نفس الكلام. ودي ازمه كبيره طبعا يعني. ايوه. لكن دلوقتي الحقيقه ال 15 حلقه يعني ضغطوا الموضوع بالدراما بقت احسن يعني، وده كويس جدا. وحتى في 7 حلقات وفي 5 حلقات، وده وعلى فكره التلفزيون المصري بدا كده. كانت البدايه كانت المسلسلات كلها 12 حلقه لو كان في حلقه واحده السهره التلفزيونيه. سهره. صح، كانت حلقه واحده، حاجه واحده بس. ايوه. اسبوعيه، خماسيه، ثلاثيه. ايوه. اشتغلت مع محمد رمضان في المشوار، شايف مشوار محمد رمضان ازاي حتى هذه اللحظه؟ والله محمد رمضان في اثناء التصوير كان كشخص منضبط جدا جدا الحقيقه يعني. انا اعرف محمد رمضان من زمان، احنا بدانا مع بعض 2011. أيوه. فيلم اسمه الشوق. اخراج خالد الحجر. فاعرف زمان رمضان من زمان يعني، من هو طفل يعني. فالشوق ودوران شبرا برضو 2000 والشوق 2004 ولا 5 ودوران شبرا 2011. محمد رمضان فنعرف بعض من زمان يعني. لما اشتغلت معاه بقى في المشوار، شخص منضبط جدا وملتزم جدا وبيقول حاضر. وقلت له، قلت له انا فوجئت ان انت يعني. قال انا والله يا استاذ انا كده على طول. هل هو نمبر 1؟ نقدر نطلق عليه نمبر 1؟ مش حاجه اسمها نمبر 1، مش حاجه اسمها نجم. انا بص يعني كل المصطلحات دي بما فيها نجم ونجمه، انا دي لغه الصناعه. ايوه. انا بتكلم لغه الفن. لغه الفن يعني ممثل ولا مش ممثل. ممثله ولا مش ممثله. كلمه بقى نجم نمبر 1 نمبر 50 مش عارف مغول عظيم، ماليش في الحاجات دي خالص حقيقه. استاذ احمد كمال بشكرك، نورتنا وشرفتنا بالخط العريض. وقبل ما اسيبك توجه رساله لكل جمهورك تحب تقول لهم ايه، او توجه رساله لاي حد تحب توجهه رساله من خلال بالخط العريض؟ يعني خلينا نتكلم للممثلين الشبان اللي دايما بقول لهم ركزوا في انكم تبقوا ممثلين كويسين وتتطوروا وما تيأسوش. الطريق صعب وطويل، ولكن اي مجهود هتبذلوه في سبيل تطوير نفسكم عمره ما هيضيع. بشكرك وشرفتنا ونورتنا. شكرا جزيلا. وفي الختام يبقى الأداء التمثيلي والموهبة الحكم الأساسي في تقييم نجوم الفن، ليبقوا عالقين في أذهان الجماهير، ودائما وأبدا ضيوفنا يحملون قيم ورسائل سامية يحرصون على نقلها للمشاهدين. بالخط العريض سنظل نردد دائما، عاشت مصر وعاش مبدعوها وفننوها ومثقفوها في كل مكان وزمان. بالخط العريض بودع حضراتكم مع تمنياتي لكم بسهرة سعيدة وصحبة مبهجة. أشوفكم الجمعة اللي جاية على كل الخير. مع السلامة.